ممكن ممكن هلا حتى نحسب الفولتج دروب. احنا حسبنا لحد الان في الحاله الاولى حسبنا الباور لوسز، بدي احسب كمان الفولتج دروب. هلا الفولتج دروب ممكن احسب الفولتج دروب اللي هون وايش اعمل؟ اطرحه من هون. بس هاي عمليه طويله. الاسرع شو اعمل؟ اني اطلع الفولتج اللي بوصل للكونسيومر. اذا بدي احسب كيف بطلع الفولتج اللي بوصل للكونسيومر هون، ايش عندي انا جاهز؟ عندي الفي، كيف بحسب هالفي؟ بضرب ايش؟ زد في اي. مش ضربنا زد في اي اللي بكون فيها بطلع الفولتج اللي هون. اذا عندي الفي اللي بوصل للكونسيومر زي بدك تسميه كونسيومر او لود، في ال زي ما بدك. هاي شو بيساوي؟ بيساوي اي عندي هيو مضروب في زد، راح نضرب في زد من هون. اي شو بيساوي عندي كبولر؟ 90 هيو 90.8 على زاوية 37 ماينس 37.8. بدي اضربه في زد. زد قديش في الحالة هاي؟ 5. هلا هاي الزد هون هاد بس مش هيك؟ بس هاي تمام اللي هي 5 على اظن كانت 36 مش هيك؟ 0.8 عندنا. هلا الزاوية ما بتهمني كثير بس بحسبها، الزاوية بتطلع اظن تقريبا 0.9 ديجريز مش هيك؟ لأنه هاي من هاي تقريبا 0.9 أو ديجري 1 ديجري بتطلع معي. اللي بيهمني هذا مش هيك؟ هذول الاثنين لما بضربهم مال 90 في 5 450 454 مضبوط؟ دكتور ايش؟ مش الزد 5 لا انتبه انتبه على ايش احنا اللي بدنا نحسبه. انا شو اللي بحاول اطلعه الان؟ بدي اطلع انا الفولتج هون مش هون. اذا بدك تطلع الفولتج هون ايش اللي لازم تضربه؟ اي في اي زد؟ في الزد ال مش هيك؟ بالاول لما حسبنا الكرنت بدي احسب على كل الزد، بس هلا بدي احسب بس الفولتج هون، فبضرب الكرنت اللي هون في زد اللي هون. زد اللي هون شو هي؟ 5 في 36 و 8 في 10 اظن مش هيك؟ وعندي هاي بتصير 4 5 4، وايش وحدتها هاي؟ فولت. قديش الفولتج اللي كان جايني من الشركه او من المولد او اللي الاصلي؟ 84. قديش خسرت منه؟ تقريبا 36 مش هيك او 26؟ خساره قليله خسير بس لسه كبيره نسبيا. اخسر 26 على 480 انا عم بخسر تقريبا 5% 5.4% رقم عالي فولتج لوس. ها نعم بس هون بس عوض ليش بدخل شاك الماينس هو الزاويه لانه هذا كرنت كرنت هيك زاويته مضبوط. وهاي هون الها زاوية بدخل الماينس بدخل ماينس اذا بدك تشتغل مضبوط لازم تدخل ماينس حتى تطلع. يعني لو انا طالب منك الفيز انجل تبعت الفولتج هاي مهمه. لاحظ هذا الفولتج مش ان فيز مع الفولتج الاصلي اللي هون مضبوط، بيختلف عنه بقديش ماينس في درجه فيه. اذا بدك تحسب مضبوط بدك تخلي الزاويه طبعا وتكمل. اوكي طيب هلا نشوف الجزء الثاني. الجزء الثاني شوف شو راح نعمل. راح نحول هاي الدائره لدائره بتشبه هذيك الدائره. راح اخذ نعم تفضل هاي 37 هاي هون 37 خلص تقريبا. لا 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 انت عم بتلخبطوا بين التو زيدز عم بتلخبطوا بين التو زيدز. انا لما بدي احسب الكرنت اللي مار هون على اي زد بقصد على زد الفولي مضبوط. بس انا هلا شو طلبت؟ ايش السؤال اللي طلبته؟ قلت انا عندي الكونسيومر قديش الفولتج اللي بوصل للكونسيومر؟ بضرب بهان مش هيك؟ بس هاي كلها هاي موجبه الامبيدنس موجبه بس الكرنت بيطلع سالب. طلع هون ايش زاويه الامبيدنس الاندكتيف امبيدنس موجبه لما قسمت الفولتج اللي على زيرو انجل لما قسمت الفولتج اللي على زيرو انجل على زاويه 37 ايش صار الكرنت؟ الكرنت لاقي زد الاندكتيف امبيدنس زاويتها موجبه. يعني لو انت بدك ترسم امبيدنس كفيزر اذا بدي ارسمه كفيزر مسموح لي ارسمه كفيزر هي اندكتيف كامبيدنس وهذا كاباسيتيف. الكرنت اللي منتج عنه مش بدي اقسم في عليه بتنعكس الزاويه فالكرنت يعني هذا زد ال وهذا زد سي. الكرنت بينعكس لاني بقسم لما بقسم واحد عليه بصير زيرو ناقص الرقم بصير الكرنت هون اي ال وهون بصير الكرنت اي سي. ايوه.